أيضا مشاهدي متشبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنحاولوا أننا نخفضوا الصوت ديالنا باش ما يسمعوناش شبان وشابات اللي كيتاخدوا من هذاك المكان اللي كتبان فيه هذيك النخلة اللي تشوفوها في الوسط ديال الصورة، كيتاخدوه كوقع لممارسة الدعارة والاختباء على أعين رجال الأمن. هاد الزنقة اللي سميتها زنقة محمد صدقي كتواجد بالخلف ديال شارع أنفا مدينة الدار البيضاء. هادوك الشابات اللي كنشوفو في شارع أنفا في مدينة الدار البيضاء كيجيبو الزبائن ديالهم هنا، كيدوزو من هاد الباساج هنايا، وكنتوفرو قناة شوف تيفي كتوفر على فيديوهات مخلين بالحياة. كيجيبو الزبائن ديالهم سواء من هاد الممر هذا أو هذا هنا، وكيدخلوا لهذا المكان اللي كتبان فيه ديك النخله اللي كاينه كتوجد وراء داك جوج سيارات، وكيمارسوا الضعر. المشكل هو ان الساكنه زومي هنا، زومي ها هي هاد النخله هادي. المشكل هو ان الساكنه ضاقت درعا بهاد الفضائح. كتقول لك نكونوا ناسين، السيد قال لك انا كنكون ناس حتى كنسمع الممارس صوت ديال الممارسة الجنسية، ناهيك على المضاربات، ناهيك على الصوت ديال المثليين اللي تا هما كيكونوا بعض المرات كيجيبوا شي واحد هنا. هادشي كله كنسمعوه مع والدينا لدرجة انه قالنا ان والديه خرجهم من الدار وداهم عند شي واحد من العائلة ديالو في طماريس باش ميبقاوش يسمعوا هذاك الصوت. سولناهم واش وجهتو شي شكايات للمصالح، قال لك عينا ما نتشكاو، عينا ما نتشكاو، بغاو دوريات ديال الامن انها تكتف في هاد البلاصه. ان رجال الامن ملي يكونوا دايزين هاد البلاصه راه باينه، شارع أنفا الخلف ديالها او الامام ديال شارع الزراوي ثانويه اليوطي مقابل مع كاينه هاد الزنقه. هي كاينه واحد البنكه من تما، ويدخلوا من هذاك البنكه ويجي لهنا، غادي يلقاو الممارسة الجنسية هنا في هاد البلاصة هادي فين كاينة النخلة. تما كيختبئو شابات محرضات على الفساد، كيجيبو الزبائن ديالهم اللي كيصطادوهم من شارع أنفا بمدينة الدار البيضاء، وكيجيبوهم ورا هاد النخلة. هنا كتم الممارسة الجنسية وكلشي كيسمع. يقولك الناس شوف دابا أنا كنهضر غير بشوية، ربما كاين اللي كيسمعني. كيقول لك الناس كيكونوا في حالة غير طبيعية وكيمارسوا الجنس كيتسمع وسط الدار معنا ومع وليداتنا ومع الآباء والأمهات ديالنا. كيطلبوا من المصالح الأمنية ومن السلطات، أولا السلطات المحلية، أنها تحيد هاد النخلة لأن هي فين كيتخباو. ثانيا كيطلبوا من المصالح الأمنية ديال منطقة أنفا أنهم يعززوا الدوريات ويكتفوا الدوريات ديال الامن وبداو يدخلوا لهاد البلاصه. راه قال لك غادي يشوفوا فضائح، وبالفعل هما عطاونا فيديوهات ديال الفضائح كتوقع هنا في هذا المكان. اذا نتمنوا بان الرساله توصل، نتمنوا مشاهدينا الكرام بانكم تبارطاجيو هذا الفيديو ما امكن باش يوصل للمسؤولين، تاخذوا القرار المناسب، تدخلوا على اجل من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه. الناس وصلوا لدرجه انهم بغاو يبيعوا ديورهم، بغاو يبيعوا المنازل ديالهم. قلنا لهم واش تكلموا تعطيونا تصريحات، قال لك خايفين من هذوك بائعات الذات الجنسيه كيكونوا معهم اشخاص حاملين اسلحه بيضاء. بعد المرات كيكونوا مصحوبين بكلاب شرسه وكيجيو هنا، كيقوموا بالحراسه ديالهم ريتما تسالي من الممارسه الجنسيه وتخرج. ولا هذاك الزبون في حاله ما بين بانه عنده الفلوس كيتم السرقه ديالو الى الوقت اللي يبغي يؤدي داك الواجب ديال داك الممارسه الجنسيه. تبين بانه كيحمل معاه فلوس بزاف، غادي يتم السرقه ديالو، الكريساج ديالو هنا. اذا كيطلبوا من المصالح الامنيه خصوصا بمنطقه أنفا انهم يكتفوا الدوريات ومن السلطات المحليه انهم يحيدوا هذه النخله من هنا.
راه مكان للاختباء وممارسة الرذيلة، ومكان للاختباء على اعين رجال الامن. كيقول لك البوليس كيدوزو، ولكن ما كيعرفوش ربما هاد البلاصه ما كيدخلولهاش بزاف، كيدوزو مشاري اونفا يجريو عليهم كيشدوهم، ولكن هذا هو الوكر، هنا كيتخباو على رجال الامن، واذا دعت الضروره كينقزوا لذاك المكان الخلاء. راه هو كتشوفوه، نتمنى من الدوريات الامنيه انها تدخل، لان هاد الزنقه زنقه محمد صدقي هي امباس ما كدوش، يعني الا دخلت الى كان شي واحد هنا راه غادي يحصل بسهوله انه يتم الايقاف ديالو. نتمنى من المصالح الامنيه انها تفاعل مع هذا المباشر وتدخل على الخط ديال ما يقع بزنقه محمد صدقي، الزنقه الخلفيه لشارع اونفا مدينه الدار البيضاء، بالضبط كتواجد ما بين شارع الزراوي وشارع اونفا. جيتي من الزراوي تجي من هنا غادي تدخل هنا، جيتي من اونفا غادي تجي من هذا الممر، هذا ها هو هنا راه كاين واحد الممر كيخرجك مباشره لهاد النخله. هاد النخله هي المكان الامن ديال بائعات اللذه الجنسيه بالليل، هنا كيختبئوا، هنا كيمارسوا الجنس، هنا كتم حتى عمليات ديال الممارسة ديال المثلية ديال الشذوذ الجنسي، حتى المثليين كيجيو هنايا. إذا الساكنة فتحوا لنا الباب ديال هاد العمارة وطلبوا منا أننا نوصلوا هاد الرسالة من أعلى عمارة كتواجد هنايا، نتمنوا بأن سواء السلطات المحلية أو الأمنية تفاعل مع هذا المباشر. ولنا عودة للموضوع، ومننساش نأكد لأننا كنتوفر على فيديوهات مسجلين بكاميرات ديال المراقبة ومسجلين بهواتف نقالة كتبين الممارسة الجنسية وراء هذيك النخلة. حنا تحاشينا أننا نبينوها في المباشر، وكتبين الطريقة كيفاش كيدخلوا، كيفاش كيدخلوا بائعة اللذة الجنسية هنا، إما كتسبق هي إما كيسبق هو، وكي مارسوا الجنس والناس كتسمع. هاد السكون اللي كيكون بالليل الناس كتسمع. بارطاجيو مشاهدينا الكرام، توصل المسؤولين وياخذوا القرار المناسب ويتدخلوا على عجل. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، كيفما قلنا لنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر. زنقة أذكر زنقة محمد صدقي كتواجد ما بين شارع أنفا وشارع الزراوي وسط منه. شكرا مرة أخرى، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.